سلمى وصلنا لفقرتنا الختامية يلي كتير أسئلة اليوم ببال الصبايا، خاصة يمكن بهي الفترة من الوقت لما منتعرض يمكن لتساقط الشعر بشكل كتير كبير. ما بعرف سلمى إذا هي فعلا مرتبطة بأوقات معينة بالسنة أو إلى أسباب تانية أو حتى يمكن كتر الصبغة كتر التجميل، ما بعرف شو السبب يلي ممكن يسبب تساقط الشعر بهالشكل الكبير. أكيد فرح، أسئلة كتير بتخطر عبال الكل، يعني مو بس الصبايا حتى الشباب هلأ صاروا عم بيعانوا من هاي المشكلة بشكل كبير. وزمان كانوا يقولوا العمر أنه عمر معين بتبلش تساقط الشعر أكثر من غير وقت، أما هلأ عم نشوف بكل الأوقات أيمت ما كان بنمشط شعرنا بنلاقي عم يطلع كمية شعر، أيمت بنقول هاي كمية طبيعية هذا التغيير الطبيعي اللي الإنسان فقدوا، ايما بنقول لا في عنا مشكله ولازم نلاقي لها حل. كل هاي الاسئله رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره هلا الحوش اختصاصيه التجميل. اهلا وسهلا فيكي دكتوره، يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا. صباح الخير دكتوره مره ثانيه. يعني اليوم لما بنحكي تساقط الشعر يعني مشكله كثير بشعه خلينا نقول، وفئه كبيره من الناس كمان عم بتعاني منها شائعه. تمام، خلينا نعرف اول شيء شو اسبابها، ان كان الاسباب بتتعلق يمكن بطبيعه جسم الشخص او الاسباب الخارجه عن ارادتنا. هلا اسباب تساقط الشعر طبعا هي كثير واسعه، واشياء نوع منها هلا تساقط الشعر الموسمي اللي بيصير مع تبدل الفصول، يعني مع نهايه فصل الصيف وبدايه فصل الشتاء، يعني اللي بيصير بالخريف وبالربيع هو اشياء انواع تساقط الشعر اللي هلا العالم العوام بيقولوا له انه بهر الشعر على موسم الباذنجان كثير بيقولوها. هي رد فعل طبيعيه من الجسم على التبدلات البيئيه المناخيه، تبدل درجه الحراره اللي بيصير بين الفصول، فهو رد فعل طبيعي انه يهر كثير الشعر. طبعا احنا بنعرف انه الشعره بشكل عام بتمر بثلاث اطوار، طور النمو اللي 90% من الشعر بيكون بطور النمو، بعدين بتدخل طور تراجع ومن ثم طور الراحه. بطور الراحه بقى بصير فيه هذا تساقط الشعر، بيستمر تقريبا من شهرين لثلاث شهور، المفروض ما يطول اكثر من هيك، وبيرجع الشعر بعد فتره بيرمم نفسه، فهي هي حاله كثير طبيعيه. اما لما نحن بنشوف انه هالفتره هي طولت اكثر من 3 شهور او صار في عندنا نحن نقص كثافه واضح بالشعر، يعني مثلا بتطلعي انه في ناس مثلا بيوصل معهم لمرحله انه بتطلعي فيهم انه فروه الراس صارت مبينه تماما، جلده الراس بتصير كثير واضحه، هون بقى نحن بدنا ندور على اسباب اخرى لتساقط الشعر. في عندنا نحن طيف واسع من الامراض اللي ممكن انه تسبب لاشياء، يعني اشياء شيء منا مثل مثلا فقر الدم، عوز الحديد شائع كثير عند الصبايا، نقص فيتامين د، نقص فيتامين بي 12، امراض الغده الدرقيه بكل اشكالها، فرط النشاط او القصور، الحمل، الولاده، الارضاع، عمل جراحي حديث، اذا كان حدا عامل عمل جراحي فاجباري بصير عنده تساقط شعر، الناس اللي انصابوا بفيروس كورونا كمان كثير راجعنا بالعيادات اخر فتره من سنتين ولهلا في ناس منهم وصل، يعني وصل تساقط الشعر انهم فقدوا 70% من الشعر الموجود بالفروه. طبعا احنا كله بنطمنهم انه هي الاشياء كلها مؤقته وكلها بترجع بتتراجع وفي إلى علاجات انه ما يخافوا، يعني اي شده او اي ستريس حتى نفسي بتعرض له الشخص، اي انتان شو ما كان فيروسي جرثومي ترفع حروري، الناس اللي عامله دايت ونازل وزنها اكثر من 10 15 كيلو، وخاصه اذا كانت الحميه او الدايت ما أنا منظمه او ما أنا عند دكتور تغذيه عاطيهم الفيتامينز والمعادن اللي الجسم بيكون بحاجه لها هالفتره. في اسباب كثيره، في بعض الادويه كمان ممكن تكون سبب، مثل الناس مثلا بتاخذهم ادويه روتينيه ضمن حياتهم اليوميه، مثل ادويه ارتفاع الضغط الشرياني، مضادات الحموضه اللي الناس بتاخذ منها كل يوم حبه الصبح، الصبايا اللي عم يعالجوا حب الشباب بالريتان، الايزوتريتينوئين بنقص البيوتين فبيعمل كثير تساقط شعر، الادويه مضادات التخثر، مضادات الكوليسترول، في كثير طيف واسع من الادويه اللي عم تكون هي السبب. فكل مريض بدنا ندرسه كحالة مستقلة عن الآخر. خلينا نقول أول طريقة للعلاج شو بتنصح فيها الدكتورة هلا، طبعا بعد ما نعرف الأسباب أكيد ممكن توصفي تحاليل، فأول طريقة للعلاج
شو ممكن تكون؟ هلا بعد ما نحن نكون عملنا دراسه تشخيصيه واخذنا قصه سريريه كامله للمريض وعملنا شويه تحاليل فحوص مخبريه نحن بحاجتها، فبقى كل حاله بنعالجها حسب السبب. اذا كان في عندنا نحن اعواز بالفيتامينز والمعادن فنحن دائما نكتب أدوية بنركز فيها على المتممات الغذائية اللي كتير بتكون غنية مثلاً بالزنك، فيتامين سي، البيوتين، الكولاجين، الالسيستين، هي كتير بتفيد انه بتنشط الدورة الدموية وبتساعد انه الشعر يرجع يرمم، هالبصلات هي ترجع انه تترمم ويرجع يطلع لنا شعر جديد. كمان في بعض العلاجات مثلا اذا كانت الحالة اشد تعتمد على حقن، مثلا ممكن نحقن بي ار بي او البلازما الغنية بالصفيحات، بيعمل المريض جلسة كل اسبوعين كمان بتنشط الدورة الدموية، تقريبا 4 جلسات بيلاقوا نتيجة كتير مهمة، بتوقف التساقط بشكل كتير كبير، وبعد فترة بيرجع بيطلع شعر جديد. كمان في انواع جديده من الميزوثيرابي كمان كلها بتعتمد على حقن، في هلا كمان فيلر نازل للشعر، في كثير علاجات حديثه وعم تتطور. ما لها اي اثار سلبيه؟ لا طبعا، لا اكيد كلها علاجات مدروسه حسب كل حاله. يعني مجرد نسمع كلمه حقن هي وخاصه بجلده الراس بمناطق حساسه ممكن تعمل حاله خوف شوي عند الصبايا. لا طبعا هي اكيد عم تكون العلاجات مدروسه، تركيبه المواد غنيه بالاحماض الامينيه، موسعات اوعيه، هيرونيك اسيد، طبعا بينعمل كورس معين وكل مريض حسب عمره. مثل ما قلت لك اذا في مرض ثاني موجود بدنا نعالجه، مثلا عندك الصبايا هلا كثير شائع عندهم مشكله المبيض متعدد الكيسات طبعاً، واللي هو بيسبب تساقط شعر بنسبه كثير كبيره، فهي المريضه اذا انا عملت لها مثلا هي العلاجات الخارجيه وانا ما عالجت لها المشكله الهرمونيه اللي هي موجوده عندها فهي اكيد ما تستفيد بشكل كتير كبير. فكل مريض احنا بندرسه بحالة مستقلة عن الآخر، يعني مو كل المرضى بنوصف لهم نفس العلاج، بيشبهوا بعض. طيب كمان دكتورة بنسمع كتير عن شغلات تجميلية اللي هي مثلا بعض أنواع الشامبو انه هذا شامبو ضد تساقط الشعر، بعض أنواع الزيوت، بعض أنواع المراهم، قديه هذا الشيء خليني أقول أو الكريمات هذا الشيء صح الشعر بيستفيد من برا لما بنحط له هاي المواد ولا لا؟ لازم يكون العلاج داخلي، يعني شيء ناخده حب او غذاء معين او حتى مثل ما قلتي بعض العلاجات اللي هي عم تعتمد على الابر، انه اللي بيكون فيه له فايده اكثر؟ كلهم بيكملوا بعضهم. هلا نحن اكيد بنعالج جهازي فموي وكمان بنوصف نحن بعض العلاجات الموضعيه، في بعض الشامبوانات مثلا اللي فيها مينوكسيديل اللي هو موسع وعائي وبنشط كثير بالترويه الدمويه للفروه، كمان كثير بخفف من تساقط الشعر، في بعض الماسكات والزيوت اللي كثير بتفيد الفروه مثل زيت الارغان، زيت اللوز الحلو، كلها هي موصوفه طبعا اذا استخدمت بالطريقه الصح. في بعض انواع الشامبو مثلا اذا كان حدا شعره كثير دهني او كثير بزيت، واحيانا الشعر يعني خلينا نقول الزيت كثير بالفروه اذا كان الشعر كثير زيتي تماما بصير الشعر بهر اكثر لانه انت عم تسكري المسام، فانت بدك تستخدمي شامبو بناسب نوع الشعر، الجاف له خط معين، الدهني له شامبو معين، البلسم والزيوت اللي العالم تستخدمها بعد الحمام احيانا في ناس تستخدمها بطريقه غلط. هلا مثلا البلسم في كثير ناس بتحطه على فروة الرأس تتركه ساعة، فهون بالعكس انت سببتي انه يهر الشعر اكثر من الاول. فنحن طبعا في يعني في علاجات موضعيه من شامبويات وكريمات وماسكات تستخدم للشعر اضافه للعلاجات الفمويه، بس كلها بدها تكون مدروسه ومو كل شيء نحن بنشوفه على النت او السوشيال ميديا بنسمع عنه بنصدقه ودغري بنروح بنطبقه يعني لا اكيد هذا غلط. اكيد. وكمان في ناس اللي بتعمل شعر كثير، يعني مثلا هلا في ناس طبيعه شغله مثلنا وغيره مثلا بيضطر انه يستشور شعره او انه يتعرض للحرارة أكثر من مرة بالأسبوع وبشكل قاسي مثل ما بيقولوا، هي كمان بتساهم تساقط الشعر، هل في حلول للحماية؟ أكيد. هلأ كل ما تعرضنا نحن للحرارة اللي كتير قوية بتأذي الشعر كتير، يعني هلأ ضوء الشمس العادي والكلور والمسابح وحتى المواد اللي بيعملوها هلأ الصبايا البروتين والكيراتين لحتى تخلي الشعر دايماً ليس ويريحهم كتير وما ينفش، تركيز الفورم الديهيد فيها بيكون كتير مدروس، كل ما كانت النسبة أكبر كل ما عملت أذية لبصلة الشعر أكتر. هلأ نحن بنحاول دايماً ننصح المريضة أنه تخفف قدر الامكان يعني، واللي ما بتقدر او شغله بيتطلب منها انه دائما يكون المظهر كثير انه لائق وكذا وهيك، فانه هي لازم كثير تهتم بالفيتامينز وبتغذيتها، كثير بنركز على الغذاء الصحي والمتوازن، يعني بالنهايه الشعر بده ياخذ تغذيته من الدم،
فكتير منركز على الأغذية اللي فيها بروتين، شو ما كانت مصادره، سواء كانت بروتين حيواني مثل البيض، الجبنة، الحليب، اللحومات، أو حتى البروتين النباتي، شرب السوائل، ناخد كتير فواكه مشان ناخد منها نحن الفيتامينز والمعادن اللي كتير ضرورية، نلعب رياضة، نخفف كتير مثل ما قلنا من هالعوامل، ونستخدم كريمات، ماسكات، زيوت بتناسب شعرنا وبالطريقة الصح. أكيد. نتشكر كتير دكتورة هلا على كل المعلومات اللي قدمتيها. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. سعد صباحكم.